كشفت هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي وثائق مسربة جديدة تحتوي رسائل قالت إنها حصلت عليها من مصادر حكومية، وبينت الرسائل المسربة جزءا من المحادثات بين وزير خارجية قطر والسفير القطري في العراق، حيث تثبت دفع نظام الدوحة مبلغ أكثر من مليار دولار لجماعات إرهابية ضمن صفقة إطلاق سراح 28 قطريا، الذي تقول الدوحة إنه تم اختطافهم في عام 2015. ماذا بعد وقد استنزف النظام القطري أموالا طائلة لدعم الإرهابيين؟ ماذا بعد وقد خرق القوانين والمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية؟ ماذا بعد وقد حلق طائراته المدنية ذهابا وإيابا لنقل تلك الأموال وحامليها تحقيقا لحلم النفوذ الإقليمي؟ نظام الدوحة لم يكن يعلم، وعلى ما يبدو بأنه قد دفع أكبر فدية على مر التاريخ، ولم تعد وسائل الإعلام تنقل الحادثة برواية القنص الشهيرة، بل إنها تتسابق اليوم لطرح الأدلة والبراهين التي تدين النظام في استخدامه الدبلوماسية كغطاء لتنفيذ سياسة الهدم. هي فدية، ولكن يا لها من صفقة تاريخية ملؤها الإرهاب والتطرف، اتخذتها الدوحة طريقا قبل أن تكشف وتلحق بها الخزي والعار. طوع أم إذعان؟ لا أحد يدري، لكن الأكيد أن الدوحة تمولت التنظيمات الإرهابية من خلال أموال الفدية، والتي كشفت عنها شبكة البي بي سي الإعلامية عبر تفاصيل جديدة تؤكد أن ما دفع تجاوز المليار دولار، كما وتؤكد تورط وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والسفير القطري في العراق زايد الخيارين كون التسريبات هي جزء من رسائل نصية وصوتية فيما بينهم. وتبين التسريبات كيف أن قطر وافقت بسهولة على دفع فدية غير مسبوقة والتدخل في النزاع السوري لصالح إيران وحلفائها من أجل استرجاع الرهائن. فقد دفعت قطر أكثر من مليار دولار، وذهبت الأموال لجماعات وأفراد مصنفين في قوائم الإرهاب في العديد من الدول، بما فيهم كتائب حزب الله والجنرال قاسم سليماني وهيئة تحرير الشام جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا. وتضمنت الصفقة التزامات سياسية على قطر، منها وقف مشاركتها في التحالف العربي الداعم للشرعية اليمنية، وبعد انتهاء مشاركتها في التحالف أبدى النظام القطري دعما واضحا لميليشيات الحوثي الإيرانية. لم يكتف النظام القطري بدفع أكثر من مليار دولار للجماعات الإرهابية، لكنه أيضا هندس تهجير البلدات الأربع في سوريا من سكانها. مرة جديدة تؤكد هذه التسريبات صحة قرار الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب بمقاطعة قطر، ولم تجمع وسائل إعلامية عالمية على دليل واضح يدين دولة في دعمها للإرهاب كما جرى في هذه الحادثة التي تدين نظام الدوحة إدانة واضحة وصريحة. يجب أن تثقوا بقطر، وأنتم تعلمون ما فعلته قطر وما فعله صاحب السمو والد الأمير. لقد فعل أشياء كثيرة، ودفع 50 مليونا، ووفر البنية التحتية للجنوب، وكان أول من زارها.